السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وياكم درس جديد من دورة جافا، الدرس رقم 109، موضوع الانهيرتانس، الوراثة. نأخذ مثال بسيط بالإكليبس، نعمل بروجكت نسميها انهيرتانس، نعمل كلاس جديد، كلاس نسميها main، ونضيف له public. هياخذ شوية وقت لأنه الإكليبس أنا غيرته. أوكي، زين، نعمل كلاس منفصل لو نسويها داخلي. كل مرة نأخذ كلاس منفصل، خلينا نعمل كلاس داخلي. أوكي، الكلاس الداخلي راح أعمل كلاس كلاس employee. اوكي، كلاس امبلوي لو كلاس ستودنت، امبلوي موظف. اوكي، في كلاس الموظف راح اضع مثلا انت، خلينا نقول نام او انت سالري. سالري يعني المرتب، ما ينكتب هالشكل غلط، ما حد ما قال لي سالري. اوكي، السالري مالته خلي نقول 5000 دولار. اوكي، كلاس بسيط موظف، في داخله شنو؟ في داخلها الراتب مالته، الراتب مالته 5000 دولار. اوكي، وحنعمل كلاس اخر خلي نقول هذا الكلاس increment. طبعا ما يصير نستخدم increment، خلي نقول add. عندك value، خلي نسويها add value. اوكي، عندك كلاس اخر اللي هو add value. هذا الكلاس add value راح نعمله inheritance extends من منو؟ لاحظ حتى الإكليبس يعني يغير لونه ويغير شكله. يعمل inheritance من employee، يأخذ من الemployee. أوكي، زين، شو راح أسوي؟ أجي أقول init الاد، القيمة هي خلينا نقول 1000 دولار زيادة اجالة. اوكي، زين، هسه اجي للواجهة الرئيسية. بالواجهة الرئيسية اجي اسوي اد فاليو، اخذ هذا الكلاس اوكي واسميها اي v بمعنى add value، يساوي new، خلينا نشوف في القفة، لا اوكي اي فعلا القفة new add value، القفة يعني مسكة، امسك به بس باللغة العراقية القفة. اوكي، بعد ذلك شو راح اسوي؟ خلينا نطبع system.out. print line بابارا. اوكي، خلي نقول السالري is، ونجي نعمل زائد. شو راح نسوي؟ لاحظ الاد فاليو دي يسوي extend من منو؟ من الامبلوي، صح؟ السالري موجود بالكلاس مال امبلوي، صح؟ اكيد انتو تقولون هسه شنو وياي نفسكم، صح؟ اوكي، بما انه الكلاس اد فاليو دي اخذ من الامبلوي كانهيرتانس، ممكن اني استخدم مصطلح السالري
من ضمن الاد فاليو. ليش؟ لان الاد فاليو يعتبر شنو؟ سب كلاس للسوبر كلاس اللي هو الامبلوي. طبعا بالسوبر كلاس ما تحتاج اي كلمه تضيف. لاحظ هو كلاس عادي جدا كل شيء ما ضايف له، بس لكن يعتبر سوبر كلاس. ليش؟ لان عندي كلاس اخر دي اخذ من عنده بالوراثه، فاقدر اقول اد فاليو او اي في اللي احنا عملناها كاوبجكت، لانه هنا عندك ستاتيك وهذا مو ستاتيك. زين اقدر اقول له اي في دوت. من اقول له اي في دوت، لاحظ اقدر استخدم السالري اللي هو من اصل كلاس امبلوي. دبل كليك، لو عملت ران الاحظ يقول لي السالري از 5000، ده يطلع لي القيمه مالتها. اوكي يمكن تلاحظون صوتي متغير، ما اعرف يمكن مريض او فتشي، حتى ما اعرف انه انا مريض لو لا. اوكي الفكره هي شنو؟ الفكره انه انت وبي ويندو. اوكي الفكره انه انت عملت كلاس اللي هو امبلوي، كلاس عادي جدا مثل اي كلاس احنا كنا نعملها سابقا، لكن هذا الكلاس اعتبر شنو؟ اعتبر سوبر كلاس. سبب اعتباره للسوبر كلاس لانه اكو كلاس اخر فرعي بعدها دا يجي، هذا الكلاس دا ياخذ من عنده اكستنس. اكستنس هي الدلاله على شنو؟ على كلمه الوراثه. دا ياخذ من عنده بالوراثه من الامبلوي. انا بدل ما اكتب السالري هنا ممكن اخذ من الامبلوي اصلا موجود. هاي هي الفكره ريوز كود، إعادة استخدام الكود. فلذلك من جد كتبت AV اللي هو عائد لل add value object اللي هو add value class. عفوا من جد سويت ال AV من أكتب dot يطلع لي salary. سبب خروج السالري هذا ال variable موجود يطلع لأنه أنت أصلا ترث من عنده ال add value، ماخذ من ماخذ السالري بالوراثة من الامبلوي. اوكي فاجي مره اخرى هنا مثلا خلينا نقول نفس نطبعها كوبي ونعمل بيست، لكن اي في كنترول سبيس اي في مفروض ايضا موجود الاد. لاحظ الاد اللي هو من ضمن هذا من ضمن الكلاس مالته، فمن نجي نقول له ران نلاحظ السالري هو 5000، وعندك هنا ايضا دي يظهر لك السالري هو شقد، هو 1000. اوكي فالفكرة من عنده انه انت تقدر انه تغير. عفوا طبعا هاي ما بلا عيمي بيها مشكلة. الفكرة انه شنو؟ طبعا هذا لازم نغيره، نحوله الى شنو؟ نحوله الى ال increment الزيادة اللي جتيلة. اوكي فلما نعمل run من جديد اوكي increment. فالفكرة من عنده شنو؟ انه انت اذا حبيت تطلع راتب الموظف واضافة الى ذلك الزيادة اللي حصل في راتب الموظف، سهل جدا انه اني اعمل استخدم تقنية الوراثة واخذ من الكلاس اصلا موجود. هاي هي الفكرة، بسيطة جدا جدا بسيطة، انه انت ترث من كلاس موجود يعتبر سوبر كلاس، وهذا يعتبر كلاس فرعي لاحتوائه على كلمة extend. قدرت استخدم كلمة salary من ضمن الكلاس add value اللي هنا عبرت بها بشكل object. اوكي فمن قلت av.salary اعتيادي جدا انه يطلع salary، الفيلدز هذا او الفاريبل هذا اعتيادي جدا انه يطلع في الاي في، كون انه شنو؟ انه هذا يرث من الامبلوي الانت سالري. هاي هي الفكره. اوكي فلهنا احنا راح نوقف الدرس، وان شاء الله نلتقي وياكم درس اخر. مع السلامه.